مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مؤسسة الشهداء تودع ذوي الشهداء وهم يغادرون أرض الوطن لأداء فريضة الحج على نفقات المؤسسة. مكتب المفتش العام في مؤسسة الشهداء يقيم ندوة ثقافية بعنوان إشاعة قيم النزاهة والشفافية. حورة محمد علي قاسم المبرقع طالبة أخرى من ذوي الشهداء تنال شهادة الماجستير عبر قناة مؤسسة الشهداء. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع. مؤسسة الشهداء تقدم مقترحات إلى دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير العلاقات بين الجانبين. أكد عضو مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الفتاح كاظم حرص المؤسسة على تطوير علاقاتها مع جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بحقوق وامتيازات ذوي الشهداء. وقال عضو مجلس الرعاية عقب زيارته دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن المؤسسة قدمت عدداً من المقترحات لتطوير العلاقة بين الدائرة والمؤسسة بما يتيح للطلبة من ذوي الشهداء أداء رسالتهم في الحصول على الشهادات العليا خدمة لقضية الشهيد والشهادة. تم اليوم زيارة دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطرح مجموعة من النقاط والأفكار اللي من شأنها أن تكون تخلق نوع من التنسيق والتفاهم بين المؤسسة وبين هذه الدائرة. وكانت بصراحة النقاط اللي طرحناها كانت محل اهتمام الدائرة، وإن شاء الله ننتظر منهم إجابات على مجموعة من المقترحات اللي طرحناها، ونأمل بصراحة نأمل خيرا ونتوقع أن تكون الإجابات إيجابية. أهلا بكم من جديد. للعام الخامس على التوالي توفق مؤسسة الشهداء في إرسال ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة، وبهذه المناسبة أقيم حفل توديع مهيب لأكثر من 1100 من ذوي الشهداء وهم يغادرون لأداء فريضة الحج. لنتابع هذا التقرير. مؤسسة الشهداء أرادت أن يكون برنامجها لإرسال ذوي الشهداء إلى الديار المقدسة متميزاً هذا العام، فعملت على توحيد قوافل الحجاج من محافظات الوسط لتجتمع في محافظة كربلاء المقدسة قبل أن تتوجه في قافلة موحدة إلى الديار المقدسة. اليوم تنطلق قوافل مؤسسة الشهداء ومن محافظة بغداد باتجاه الحدود العراقية السعودية، وهذه متكونة من قافلتين وعدد حجاجها 144 حاج، وسوف تنطلق بعدها قوافل مؤسسة الشهداء بصورة متتابعة من باقي المديريات، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يذهبوا سالمين غانمين ويعودون مغفورين، ونحن بمقربة منهم وبتواصل معهم ولملاحظة احتياجاتهم و تفويجهم بشكل سليم وصحيح. عدد حجاج مؤسسة الشهداء لهذا العام 1107 حاج، اليوم ينطلق 100 ونيف، والآخرون إن شاء الله يستكمل عددهم خلال في نهاية يوم 13/10 سوف تلتحق آخر قافلة من قوافل مؤسسة الشهداء باتجاه الحدود العراقية السعودية.
وكجزء من الرعاية التي عودتهم عليها مؤسسة الشهداء، أحيط ذوي الشهداء بكل حفاوة وتكريم لدى وصولهم محافظة كربلاء المقدسة كمحطة انتقالية قبيل التوجه إلى الديار المقدسة. طبعاً بعد إكمال جميع الإجراءات التي تخص حجاج مؤسستنا، تم اليوم بعون الله تعالى توفيج أول قوافل مؤسسة الشهداء، والتي تضم محافظة بغداد ويبلغ عددها 144 حاج وشهداء الديوانية، ويبلغ عددها 70 حاج ومحافظة ميسان يبلغ عددها 70 حاج ومحافظة كربلاء المقدسة والتي يبلغ عددها 70 حاج. والآن إن شاء الله وصلنا مدينة كربلاء المقدسة، وتم تسكين الحجاج في الفندق المستأجر لهم. طبعا المؤسسة قامت بتأجير فندق بأمر من معالي رئيس المؤسسة لغرض الانطلاق أو التفويج يوم غد إن شاء الله من محافظة كربلاء المقدسة، وننتهي إن شاء الله بالديار المقدسة بعونه تعالى. مؤسسة الشهداء ومديريتها حرصت على توفير السكن اللائق بالحجاج من ذوي الشهداء وتأمين الحماية اللازمة لهم منذ مغادرتهم منازلهم حتى مغادرتهم الحدود العراقية، تقديرا من المؤسسة لتضحياتهم. قامت مديرية الشهداء كربلاء بالتنسيق مع لجنة الحج في مقر المؤسسة في بغداد باستقبال حجاج المحافظات إلى فنادق كربلاء المقدسة، ثم توديعهم باليوم الثاني إلى الديار المقدسة. وقامت المديرية أيضا بالتنسيق مع عمليات كربلاء بتسهيل دخول الوافدين من المحافظات من الحجاج إلى الفنادق ثم توديعهم إلى الديار المقدسة. وهم يغادرون إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، أشاد ذوي الشهداء بالخدمات التي تقدمها لهم المؤسسة والتي شملت جميع نواحي حياتهم، مؤكدين أن إرسالهم لأداء فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء أثبت لهم فعلاً أن دماء الشهداء لم تذهب سدًا، بل أثمرت عراقاً جديداً يكرم شهداءه. طلعت أسماءنا بقرعة الشهداء التابعين لعوائل الشهداء، والله الطريق يعني كل زين، والحملة كلش مريحة، ويعني حماية مريحة والخدمات متوفرة، والحمد لله والشكر. قدمت على مؤسسة الشهداء ونعمة من رب العالمين اللي أنعم علي بهذه الحجة المباركة. إرسال ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء جزء من الرعاية التي توليها المؤسسة إلى هذه الشريحة المهمة، عرفانا لدماء الشهداء وتعويضا لذويهم عن معاناتهم في حقبة نظام البعث البائد. أقام مكتب المفتش العام في مؤسسة الشهداء ندوة ثقافية بعنوان إشاعة قيم النزاهة والشفافية لمناقشة دور مكتب المفتش العام في نشر مفاهيم النزاهة ومحاربة الفساد من أجل إنشاء مجتمع خال من الفساد والمفسدين. المزيد في التقرير الآتي. من أجل نشر ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين لخلق مجتمع خال من الفساد، أقام مكتب المفتش العام في مؤسسة الشهداء ندوة ثقافية بعنوان إشاعة قيم النزاهة والشفافية. ناقشت دور مكتب المفتش العام في نشر مفاهيم النزاهة ومحاربة الفساد وأثر ذلك في إنشاء مجتمع سليم يقر بحرمة المال العام. المفتش العام تكليفه واجبه رقابي، لكن آلية أداء هذه الصيغة الرقابية أو العمل الرقابي من جملة ما يعني يعتبر أساس عمل المفتش العام هو الرقابة الاستباقية. والرقابة الاستباقية يعني كمفهوم تعتبر وقاية، يعني وعندنا فرد حكمة تقول مشهورة جدا، الوقاية خير من العلاج. و أحد العلماء في هذا المجال يقول إذا كان الأداء والعمل 10% أداء ناجح فيفترض أن يكون 90% منه استباقي، يعني وقاية. في آراء تقول أن عمل المفتش يعني يكون استباقي ويعني مصاحب ومتأخر،
وفي كل الأحوال هي هذه الآلية آلية من أجل أن يكون العمل والأداء صحيح، بعيد عن الأخطاء وبعيد عن الخروقات وبعيد عن التلاعب، من تسول له نفسه أن يتلاعب بالمال العام. وقضية المال العام قضية مهمة وكبيرة، وما متفق عليه بين علماء المسلمين أن أكل المال العام كمال اليتيم. الندوة شهدت إلقاء محاضرات لمتخصصين في القانون، تضمنت شرحاً عن دور مكتب المفتش العام والأجهزة الرقابية الأخرى في الحد من الفساد بأنواعه، وأهمية عمل مكتب المفتش العام في هذا الاتجاه باعتباره الخط الأول في مواجهة الفساد. مكتب المفتش العام هي تجربة حديثة في العراق، الحديثة أسست 2004، وهذه المؤسسة الرقابية واحدة من مؤسسات ثلاث تعمل في العراق من أجل المحافظة على المال العام برفقة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، إلى دور كبير في المحافظة على المال العام، لأنه يمثل الخط الأمامي في محاربة الفساد، ويمثل الخط الاستباقي في محاربة الفساد، لأنه الأجهزة الرقابية الأخرى لا يمكن أن تعمل مثل هذا الدور اللي هو الاستباقي. المفتش العام يستطيع أن يمنع هدر المال العام قبل أن يهدر، ولذلك هذه الخطوة الاستباقية واحدة من مميزات عمل مكتب المفتش العام. أيضا إلى أدوار أخرى حددها القانون 57 اللي يعمل على أساسه، منها التحقيق والتفتيش والتدقيق، والدور الهام في تقييم أداء المؤسسات اللي يعمل فيها المفتش العام، وهذا هو الدور أساسي ومهم، وحقيقة يعمل على رفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية بما يقدم الخدمة الأفضل. مكتب المفتش العام أراد عبر الندوة الثقافية أن يعيد تحديد الأدوار والواجبات ويرسم صورة واضحة عن أن مكافحة الفساد واجب لا يتحمل أعباءه طرف بعينه، بل يتطلب الشراكة في جميع المراحل ابتداء من المراقبة حتى المعالجة. طبعا احنا الان نحتاج الى جهود مكثفه، ليس فقط من قبل مكتب المفتش العام، وانما من جميع العاملين داخل الجهاز الحكومي وخارجه، لاجل اشاعه قيم النزاهه والشفافيه اللي احنا كان الشعب العراقي نتيجه الحكم الاستبدادي لطيله 40 سنه من خلال ضغط على الجماهير وضغط على الشعب، هذه القيم بدأت تذوب واضمحلت وانتهت، ويحتاج إعادة هذه القيم إلى تضافر جميع الجهود، ليس فقط داخل الجهاز الحكومي، وإنما من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ومن قبل المنظومة الإسلامية أو الدينية، ومن قبل المنظومة العشائرية أيضا. لكن بما أن الموضوع يخص الموظفين، نحن نشد على يد مكتب المفتش العام في محاولته لأجل أن يشيع هذه القيم، وإن شاء الله مؤسسة الشهداء التي جميع موظفيها من ذوي الشهداء هي تتمتع بقيم عالية من النزاهة والشفافية في عملها، لكن هذا لا يمنع من أننا نعمل لأجل الأفضل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق مكتب المفتش العام وجميع العاملين في هذا المكتب وجميع العاملين على إشاعة هذه القيم، أن يوفقهم لتحقيق هذا الهدف النبيل. طبعا احنا نطلب من الحكومات هي أن تكافح هذا الفساد من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك من خلال وضع المناهج التربوية منذ الابتدائية إلى وصولهم إلى الجامعات، وأيضا عندنا الدور الإعلامي، له الدور الإعلامي هو مهم جدا أيضا في مكافحة الفساد ونشر الشفافية والنزاهة بين أفراد المجتمع. كذلك المؤسسات الدينية أيضا لها الدور الريادي والدور للقضاء على الفساد من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، وكذلك من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وهكذا. ويبقى هو دور المواطن، له رقابة ذاتية في القضاء على الفساد. الندوات التثقيفية التي يقيمها مكتب المفتش العام لموظفي مؤسسة الشهداء تهدف إلى التوعية بخطورة الفساد وتشخيص حالاته ووضع الآليات اللازمة لمكافحته. كل بقعة من أرضنا تحتضن شهيدا،
وفي كل فسحة من سمائنا ترفرف روح شهيد. وكيفما قلبت في صفحات التاريخ تجد قصة كتبها شهيد، حتى صرنا أمة صنع تاريخها شهداء الحق. والاهتمام بذوي الشهداء وأبنائهم دفاع عن ذلك التاريخ المشرق من التضحيات. مؤسسة الشهداء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بذوي الشهداء. حصلت الطالبة حوراء محمد علي قاسم المبارقة على شهادة الماجستير في علم النفس عن رسالتها الموسومة الاستبعاد الاجتماعي وعلاقته بسلوك الاحتجاج لدى النساء الأرامل، لتنضم إلى الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة المؤسسة. التفاصيل في التقرير الآتي. في إطار الرعاية العلمية لذوي الشهداء، شهد قسم علم النفس في كلية الآداب بجامعة بغداد مناقشة رسالة الماجستير للطالبة حوراء محمد علي قاسم المبرقع عبر قناة مؤسسة الشهداء عن رسالتها الموسومة الاستبعاد الاجتماعي وعلاقته بسلوك الاحتجاج لدى النساء الأرامل. لجنة المناقشة التي تألفت من الدكتور ستار جبار غانم رئيسة، والدكتورة شروق كاظم عضوة، والدكتور عباس حسن رويح عضوة، والدكتورة نادية شعبان مصطفى عضوا ومشرفة، قررت وبعد مناقشة مستفيضة منح الطالبة شهادة الماجستير بتقدير امتياز. قررت اللجنة استنادا إلى الفقرات 4-5 من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا ما يلي: أولاً، قررت اللجنة قبول الرسالة بتقدير امتياز كجزء من متطلبات درجة الماجستير في علم النفس العام. لجنة المناقشة رأت أن رسالة الماجستير للطالبة حوراء المبرقع تضمنت بحثاً أصيلاً يمكن الرجوع إليه، وأن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الطالبة يمكن التعويل عليها في معالجة مشكلة الأرامل، داعية الجهات المعنية إلى اعتماد تلك التوصيات في عملها المتعلق بهذه الشريحة المهمة. تعد هذه الرسالة رسالة حديثة، وموضوعها موضوع حديث وجديد، خاصة في متغيرات البحثية وفي طرقة في المجتمع العراقي. حقيقة شريحة الأرامل من الشرائح المهمة في العراق اللي ما أخذت كافة حقوقها واستحقاقاتها، وبالتالي الطالبة أخذت دور مهم والتفتت إلى شريحة مهمة وتناولت هذه الشريحة بالدراسة والتحليل ووصلت إلى نتائج متميزة. أتمنى من الجهات الرسمية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني أن تهتم بمثل هذه الرسائل وتحاول تنفذ توصياتها وما وصلت إلى الباحثة من نتائج. الباحثة حوراء محمد علي المبرقع سلطت الضوء في بحثها للماجستير على معاناة الأرملة في الوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه والآثار السلبية المترتبة على تلك المعاناة، واقترح سبل معالجة ذلك لخلق مجتمع سليم معافى. كان موضوع رسالتي الاستبعاد الاجتماعي وعلاقته بسلوك الاحتجاج. اختارت عينة اللي كانت هي نساء الأرامل وطبقت عليها البحث وكشفت عن ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي بالمجتمع وشون يعانون هذول الأرامل من حالة الحرمان وشنو اللي من الممكن أن يؤدي هذا الحرمان أو الاستبعاد إلى نتائج سلوكية قد تكون يعني مدمرة على نفسية الفرد وحياته بالمجتمع، وبالتالي تعكس آثار لابد من الالتفات إليها ووضع السياسات الفاعلة لمعالجتها. ذوو الباحثة ثمنوا جهود مؤسسة الشهداء في رعاية الطلبة من ذوي الشهداء عبر ما تقدمه لهم من خدمات تسعى من ورائها إلى الارتقاء بمستواهم العلمي لتعويضهم عما فاتهم في هذا المجال. اليوم شاهدنا واحتفلنا احتفال مبارك بحضور لأجل بنتنا حوراء محمد علي طالبة الماجستير، وكانت أخذت دورها بالامتياز لمناقشتها دور المرأة والاستبعاد الاجتماعي في العراق في المجتمع العراقي، وكانت مناقشة هادفة. ونشكر احنا مؤسسة الشهداء
على هذه الانطلاقة القوية، الانطلاقة الجدية والمنهجية القوية جدا لأجل التعاون ولأجل بذل قصارى جهدها لأبناء الشهداء وذوي الشهداء. اهتمام مؤسسة الشهداء بالطلبة من ذوي الشهداء وحرصها على أن ينالوا أعلى الشهادات العلمية جزء من الوفاء لدماء الشهداء التي رسمت صورة العراق الجديد. تدري ماما ايش قد افرح من اشوفك تقرا، ذكرتني بابوك الله يرحمه. تدري ماما احمد ابوك استشهد على موت كتاب؟ ابويا استشهد من ورا كتاب؟ اي ماما من ورا كتاب. معظم الأمم العريقة والعظيمة هي أمم مثقفة. أوصيك ابني اقرأ. تحت شعار العراق يقرأ، مؤسسة الشهداء تدعو ذوي الشهداء من الطلبة والمهتمين لزيارة مكتبة المؤسسة للاطلاع والاستفادة منها، علما أن المكتبة تحتوي على كتب ثقافية ودينية واجتماعية وعلمية. لنقرأ جميعا. العراق يقرأ. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.